خليني اقول لك ان معايا في هذه اللحظات كابتن هاني عبد المنعم، طبعا مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره. كابتن هاني برحب بيك في البدايه، وكلمنا عن تفاصيل اليوم النهارده بشكل عام. اهلا بيك كابتن امير، وبرحب بالساده المشاهدين طبعا على قناه الاهلي. الحقيقه النهارده كان يوم متميز للجمعيه العموميه في النادي الاهلي، وحقق المستهدف منه. احنا العمليه الانتخابيه، عمليه الاستفتاء على اللائحه معموله في مدينه نصر وفي الجزيره، علشان الناس بتاعت مدينه نصر تيجي والناس اللي في الجزيره تيجي. النهارده الحضور كان متميز جدا، والحقيقه بشكر الناس على وعيها وبشكر الناس على حضورها. الجمعيه العموميه بتاعت الاهلي دايما جمعيه واعيه وعارفه هي عايزه ايه، والنهارده حضورهم اثبت هذا الكلام. جمعيه حققت كل ما نتمناه منها. النهارده في طبعا اتصدر في الميديا ارقام، وهي من بقيه الحرب الكلاميه اللي موجوده على مساله الاستفتاء على اللائحه بتاعه النادي الاهلي، والناس مطلعه ارقام مش عارف جايبها منين، لان اصلا انت شايف انها حرب. طبعا حرب، يعني ده من الواضح جدا ان الناس كلها مستهدفه النادي الاهلي، ان الناس ما تستكملش جمعيته العموميه. اهدافهم ايه الله اعلم، انما النهارده الحضور كان متميز بالنسبه لكل اللي حاضرين، وكل اللي شافوا الموضوع عارفين ان الحضور كان متميز. كل الارقام اللي اتصدرت في الميديا في وسائل مختلفه ايا كان مصدرها ايه الله اعلم، لان النهارده ما فيش لا فرز ولا في كشوفات اتجمعت، والعمليه كانت تحت اشراف قضائي متشدد. يمكن احنا النادي الوحيد في مصر اللي سطر في تاريخه انه جاب 64 قاضي قاعدين على 64 ترابيزه، غير ان اللجنه القضائيه كلها قاعده بتشرف على المساله الاستفتاء. فالنهارده احنا النادي الوحيد في مصر اللي عمل كده، بقيه الانديه كلها حتى اربعه، وبقيه الانديه النهارده بيطلع في برامج، احد الاخوه في البرامج يطلع يقول لك طبيخ ومش طبيخ وكلام فاضي، مش عارف ايه اللي عايزين يصدروه لاعضاء النادي الاهلي، انك ما تجيش تحضر جمعيتك. النهارده الناس كسفتكم والناس حضرت بكثافه، كله بالصوره، احنا مصورين كل الكلام. الناس حضرت بكثافه والتواجد كان عالي جدا، ما فيش رقم صحيح يقدر حد يقوله، لان كل دي افتراضات وكلها افتراءات. واللي يقول لك النادي الاهلي مش عارف جاب خمسه والنادي الاهلي جاب سبعه، جبت الارقام دي منين؟ مين اللي قال لك؟ اذا كان النهارده الاوضه قدام الناس كلها على مرأى ومسمع من الجميع، الناس كلها حرزت ورقها والناس كلها جمعت ورقها، مفيش، والصناديق موجوده قدامنا اهي متحرزه، موجوده في الصاله وكلها في عهده النيابه، في عهده لجنه الاشراف القضائي اللي هي جت تشرف على المساله الانتخابيه، مش الانتخابيه، اللي هي استفتاء على اللائحه. طبعا يوم طويل النهارده، كلنا تعبنا فيه، خلاص بقينا مجاهدين اخر النهار يعني. بس الحقيقه النهارده حضور متميز للجمعيه العموميه النادي الاهلي، وان شاء الله باكر هيبدا المساله تاني من الساعه 9 صباحا بمقر نادي الجزيره، الناس تيجي تستكمل المساله بشكل جدي. وفي النهايه هيطلع رقم الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي، هيبقى حاجه مفخره لكل اهلاوي جاي بيطالب بلائحته، وجاي بيطالب ان هو ياخد حقوق القانون كفلها له. بكره يوم تاريخي اخر في تاريخ النادي الاهلي، مطلوب ايه من اعضاء النادي الاهلي عشان يجوا او يزيد حضور اعضاء النادي الاهلي خلال الجمعيه العموميه ان شاء الله اليوم الثاني على التوالي غدا في الجزيره؟ مطلوب الحضور، يعني احنا النهارده عملنا الموضوع ده في مقر، يعني احنا الموضوع كله كان لراحه الاعضاء، يعني الفكره كلها جايه ان مفيش ما يمنع من ان هي المساله تقام في اهلي مدينه نصر او اهلي الجزيره، الاثنين مقر واحد. انت ريحت الاعضاء بدل الانتقال من هنا الى هناك بالكثافات العاليه دي، وكنت عملت ازمه مروريه جوه البلد. انت النهارده اعضاء مدينه نصر جم حضروا بكثافه عاليه جدا، جه بعض اعضاء من الجزيره اللي كانوا حابين يجوا هنا، اهلا وسهلا بيهم، بس اعداد ليميتد جدا لان معروف عدد الاتوبيسات. فالنهارده الغالبيه العظمى جايه من مدينه نصر، وجايه هي اللي ادلت بصوتها الانتخابي. اللي جاي بكره في الجزيره ده من اعضاء نادي الجزيره هيستكمل المساله، وان شاء الله في نهايه اليوم بكره نعلن الرقم الصحيح، ونعلن اكتمال جمعيتنا العموميه، ونعلن ان شاء الله ان اعضاء الجمعيه العموميه بتوع النادي الاهلي هم اللي اقروا لائحتهم اللي هم باختيارهم. شكرا كابتن، حضور ان شاء الله. شكرا ليك، لسه متواصلين معاك.